السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا وقدوتنا وشفاعنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة. ما زلنا على حلبة قناة اقرأ بنصارع الشيطان، وهنستعين بربنا عشان نقدر ننتصر في كل جولة، وإن شاء الله هنجيب لمس أكتاف في كل مرة وفي كل جولة، علشان في النهاية يبقى كل واحد فينا يقول أنا المصارع بفضل الله سبحانه وتعالى. صراع الليلة حقيقة صراع دامي جدا، لأنه صراع في مسألة مهمة جدا قلقت ناس كتيرة جدا وخوفت ناس كتير وخلت ناس كتيرة جدا قاعدين ليل ونهار بيفكروا في بكرة. صراع الليلة دي صراع مع اللقمة الحرام. قدر الشيطان بكل أسف يزين لكتير من المسلمين الخوف من بكرة والخوف على الرزق والخوف على المستقبل والخوف على أي حاجة تخص موضوع الرزق، وهم بكل أسف مش واخدين بالهم إيه هو الرزق. هو الرزق إيه يا جماعة؟ هو رزق فلوس وبس، وأكل وشرب وبس. تعالوا نسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى حينما يقول كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. هل الرزق فقط كان فلوس وبس؟ أبدا، ده الإسلام رزق، والصحة رزق، وحفظ القرآن رزق، وحسن الخلق رزق، وراحة البال رزق، والمعاملة الطيبة رزق، وطلب العلم رزق، والصبر رزق. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وكل إنسان ربنا يرزقه بزوجة صالحة ده رزق، وأولاد رزق، وكل هذه الأشياء، وإن ربنا يستعملك في الدعوة إلى الله ده رزق. كل هذه الأشياء رزق من عند المولى عز وجل، وإنت ما تقلقش من ناحية رزق، لأن ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلو حد عايز يقطع رزق لازم يطلع السماء عشان يقطعه من فوق، وأن لإنسان أن يصعد إلى السماء. فما تخافش، اطمن، الرزق اللي مكتوب لك هتاخده وهتناله. عايز أقول لك حاجة صغيرة خالص، ربنا ما بيقطعش عنك رزق واحد إلا ما بيعطيك الضعف بتاعه. هديك مثال بسيط خالص ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. الإنسان وهو طفل يعني في بطن أمه، لسه جنين في بطن الأم، ملوش إلا مصدر رزق واحد هو الحبل السري. من خلال الحبل السري بيأتيه الغذاء والشراب والهواء وكل حاجة من مصدر واحد. فلما بيتولد ويخرج للدنيا ربنا بيمنع عنه الحبل السري فبيتقطع، ويديله سببين، يعطيه ثديين عند أمه يشرب من دوت ويشرب من دوت، لبن صافي طيب فيه كل أنواع الفيتامينات والمضادات لجميع أنواع الميكروبات. فإذا اتفطم بعد سنتين فبيمنع عنه ثديين، يعني مصدرين للرزق، ثم يعطيه أربع أضعاف، يعطيه أربع أسباب، يعني يعطيه الضعف، يعطيه أربع أسباب، طعامان وشرابان. الطعامان اللي هم إيه؟ اللي هم النبات والحيوان، يأكل من اللحوم ويأكل من النباتات، والشرابان اللي هو اللبن والماء. فلما يعيش حياته الطويلة يأكل ويشرب من الأربع أسباب دولت، فيجي عند الموت ربنا بيمنع عنه الأربع أسباب ويعطيه الثمان أسباب اللي هي أبواب الجنة الثمانية. شفت قد إيه ربنا رحيم ودود رؤوف شكور؟ لما بيمنع عنك رزق بيعطيك الضعف على طول من كرم ربنا. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم بيقول كما عند أبي نعيم بإسناد حسن، لو أن ابن آدم هرب من رزقه لأدركه رزقه كما يدركه الموت. خايف على إيه بعد الكلام دوت؟ ده أنت لو هربت من الرزق، الرزق نفسه هيجري وراك، بقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فعلا الشيطان قدر يخدع ناس كتيرة ويخوفهم من مسألة الرزق، ويقول للإنسان الحق وكل اللي انت عايزه، خد اللي انت عايزه، لان ممكن بعد كده ما تعرفش تحصل اي حاجة من الحاجات ديت. طب حلال او حرام او شبهة ما بقتش فرقة عند بعض الناس بكل اسف. ولذا قال حبيبنا، مصدق حبيبك صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول كما عند البخاري، ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء فيه بما اخذ المال أمن حلال أم من حرام. النهاردة فعلا انتشر، وسامحوني ان اتكلم بكل وضوح وصراحة، انتشر اكل الحرام بشكل يخوف، لدرجة ان الانسان بقى خايف من الوضع اللي احنا عايشين فيه، ان ناس كتيرة جدا بقت تقبل الحرام بشكل يخوف بجد.
وقليل جدا اللي بياكل حلال، لكن موجود بفضل الله في ناس طيبة وفي ناس أفاضل وفي ناس عمرها ما دخلت بيتها لقمة حرام، وفي ناس تانية صنف تاني ربنا يعافينا وعافيك عاملين زي جهنم، هل من مزيد هل من مزيد، ومش فارقة معاه حلال ولا حرام. الصنف ده أنا مشفق عليه وبكلمه وباخده في حضني وبقول له أخويا وحبيبي مش هتاخد أكتر من رزقك واللي ربنا مقدره لك هتاخده، فلو إنك في يوم من الأيام سرقت مال وكلت بالمال دوت فدوت رزق، ولكن انت استعجلت وخدته من الحرام وكان الرزق نفسه جاي لك من الحلال، اوعى تستعجل انك تاخد حاجة من الحرام، وتأكد والله لو ربنا مش مقدر لك حاجة مش هتاخدها، ولو ربنا مقدرها لك محدش في الدنيا هيمنعها عنك، فاوعى تستعجل وتاخد حاجة من الحرام، خلي عندك يقين في الله طول ما انت عايش، عمر ربنا ما هيمنع عنك لا اكلك ولا شربك، وإلا لو انتهى الرزق بتاعك لازم يجي لك ملك الموت عشان يقبض روحك، لانك لا يمكن تعيش من غير اكل ولا شرب ولا رزق ولا سعادة، فلابد ان انت تعيش وتنعم في خير ربنا سبحانه وتعالى. وتعالى نشوف حال النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بينام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جنبه، يقولوا له يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا، فيقول مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. النبي اللي كان ما بيشبعش 3 أيام من رضيء التمر ولا من خبز الشعير، النبي اللي مات ودرعه مرهون عند رجل يهودي على 30 صاع من شعير، النبي اللي كان أكثر دعاءه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، النبي اللي كان بيمر على بيوته 9 الهلال تلو الهلال تلو الهلال، 3 أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار، ما فيش طبخة واحدة بتتعمل في بيت النبي لمدة 2 شهر يا مسلمين، ورغم ذلك لم يعترض النبي على أمر الله ولم يدخل جوفه لقمة واحدة من حرام أبدا. ده في يوم من الأيام النبي ماشي فلقى تمرة فجية كلها، فخاف لحسن تكون من تمر الصدقة، وربنا سبحانه وتعالى حرم الصدقة وحرم أكل الصدقة على النبي وعلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فرح ألقاها وخاف لا تكون من تمر الصدقة. يجي تلميذه الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كما عند البخاري، في يوم من الأيام كان عنده غلام، الغلام ده كان ملك أبي بكر، فكان بيسيبه يروح يشتغل ويأتيه بالخراج ويديله فلوس عشان يأكل أو يجيب له أكل كل يوم، فكان كل يوم أبو بكر لازم يسأله جبت الأكل منين، فيقول له رحت اشتغلت في المكان الفلاني وشغلانة حلال وجبت الفلوس وادي الأكل دوت، فيأكل أبو بكر وهو مطمئن. في يوم من الأيام نسي أبو بكر يسأله فأكل لقمة واحدة، فالغلام قال له يا خليفة رسول الله لم تسألني من أين أتيت لك بالطعام، قال أجل من أين أتيت، قال كنت قد تكهنت في الجاهلية لأناس وما أحسن الكهانة فقابلوني اليوم فأعطوني المال فأتيتك بالطعام، وأجر الكاهن حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بأبي بكر يضع أصبعه في فمي ويتقيأ ومش قادر يطلع اللقمة، يقول له يا خليفة رسول الله ارفق بنفسك فإنما هي لقمة واحدة، يقول والله لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجتها. عشان كده ربنا أعلى قدرهم وربنا أكرمهم لما تحروا اللقمة الحلال. تعال نشوف قد إيه النبي كان بيحذر الأمة من أكل الحرام، وقد ايه ان في ناس كتيره جدا مش واخده بالها ان اكل الحرام ده سبب دمار البيوت وسبب خراب البيوت وسبب ضياع ديانه الانسان وحياته وعبادته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به، كل لحم هينبت من اكل الحرام فالنار اولى به. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يا ايها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطير الصفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. النبي بيقول واحد أكله من حرام شربه من حرام لبسه من حرام لما يرفع إيديه ويقول يا رب ربنا هيستجيب له إزاي؟ يبقى مش هيستجيب له طول ما هو بياكل حرام. ولذلك أبواب الحرام اللي انتشرت في الزمن ده كتيرة جدا، سرقة نصب
رشوة، بيع محرمات، قرض وعدم الرد، أكل الربا، أكل مال اليتيم، نقص المكيال والميزان، يبيع شيء فيه عيب ويغطيه، القمار، السحر، المنجم، الزانية، غير ذلك من أبواب الحرام. واللي بياكل الحرام لازم يعرف إنه هيبتلى بأشياء كتيرة جدا. أول حاجة إنه هيسقط من عين الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة ربنا مش هيقبل منه عبادة طول ما هو بياكل حرام. تالت حاجة ربنا مش هيقبل منه دعاء ولا هيرفع ليه دعاء طول ما هو بياكل حرام. رابع حاجة هتنزع البركة من حياته طول ما هو بياكل حرام. رقم خمسة هيبوء بكراهية الناس جميعا طول ما هو بياكل حرام. عايزك تكون على يقين من ان الرزق مضمون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. والله ثم والله لو انك انت بس توكلت على الله، لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. خلي عندك يقين في ان الرزاق سبحانه وتعالى اللي بيرزق الدوده في بطن الحجر، واللي بيرزق الكافر اللي بيكفر به سبحانه وتعالى، لن يبخل ابدا على مسلم موحد ساجد لله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل الموضوع الجميل ده ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة. تعالوا نسارع اللقمة الحرام وما ناكلش إلا لقمة حلال. وتأكدوا يا جماعة اللقمة يعني سبحان الله، يعني الإنسان يعني حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قول المولى عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي فلوسي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. الأكل بيروح، اللقمة اللي بتاكلها ما بتفرقش معاك. الحمد لله. يعني أكملك الحديث الأول، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. الأكل بيروح واللبس بيروح، والصدقة هي اللي بتمضي وتسبق الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. ومن رحمة ربنا إن ربنا رزقنا بمعدة خرصة لا تعترض. لو جيت في النهاردة أكلتها كباب مش هتطلع لك فاكس كده من الفم رسالة شكر نشكر السيد فلان إنه أكلنا كباب، ولو أكلتها فول مش هتروح تعمل لك محضر في اسم الدقي. أخويا وحبيبي من رحمة ربنا إن ربنا رزقنا بمعدة خرصة، يا دوب فقط هي محل الذوق، التذوق ده 5 سنتي يعد الأكل، بعدها ما بيفرقش إيه اللي أنت أكلته. فقال عمر بن الخطاب عن هذه المسألة حينما دخل على زوجته أم كلثوم، قال هل عندك من طعام؟ قالت أجل ما تحت السرير. فبص تحت السرير فلقى بعض حصات الملح وبعض فتات الخبز، فكل بعض فتات الخبز ومعها بعض حصات الملح، وشرب شوية مية ومسح على بطنه وقال الحمد لله ويل لمن أدخله بطنه النار. في ناس حبهم للأكل والشرب والشهوات ممكن تدخلهم النار بسبب انه حريص جدا انه لازم كل اكل احلى من التانية بصرف النظر الفلوس جاية من حلال او من حرام. والله يا جماعة فعلا الدنيا مش فارقة. ولذلك في يوم من الايام واحد راجل كان غني جدا معدي على غيط على بعض شباب الفلاحين البسطاء اللي قاعدين بيشتغلوا بيكدحوا ويتعبوا قاعدين بيستريحوا، فكانوا بياكلوا مش كده وبصل وعيش بتاه وحاجات كده. فجأة الراجل معدي فواحد من الشباب بيقول يا عم ادي الناس اللي عايشة ولا بلاش. فالراجل وقف ورجع له قال له تعالى اقول لك حاجة. قال له انا اسف ما اقصدش. قال له والله ما تخاف يا ابني تعالى بس. فراح قرب له قال له ايه رايك تيجي نبدل؟ والله يا ابني انا مستعد ابدل معاك دلوقتي كل حاجه. بص يا حبيبي انا عندي 4 عربيات مرسيدس احدث موديل، عندي 4 فيلل و3 شاليهات، عندي 4 مصانع، عندي ملايين في البنوك، وعندي مع كل دوت سرطان وسل، وعندي مرض الضغط والسكر، وعندي النقرس، وعندي وعندي وعندي. تبدل وتشيل الشيله كلها وناخد صحتك وشبابك؟ قالوا لا يا عم الحمد لله ده احنا كده رضا وبناكل يعني الحمد لله وربنا رزقنا بمعدة بتخدم الزلط اللهم لك الحمد، ده انا ما حسيتش بقدر النعمة الا دلوقتي. احمد ربنا. وضربت لك مثل قبل كده قلت لك لو ان واحد ملياردير وعنده مليارات الدولارات وفجأة عياذا بالله ربنا يا رب يشفي كل مريض مسلم أصيب بشلل رباعي، فبقى نايم على السرير ما بيتحركش منه أصبع واحد. بالله عليك يا مسلم وبالله عليك يا مسلمة اللي قاعدين قدامي دلوقتي حبايبي، بالله عليكم لو قالوا له تدفع كام
وترجع تاني تمشي وتتحرك زي الناس. بالظبط كده، ادفع كل ما يملك. اعتبر ان انت بتملك نعم كبيرة، تدفع كام ويرجع لك بصرك اللي حرمت من نعمة البصر، تدفع كم في نعمة السمع، تدفع كم في نعمة اللسان والكلام، تدفع كم في نعمة العقل، تدفع كم في نعمة القلب، تدفع كم في نعمة الإيدين والرجلين ونعمة الإسلام. ونعم نعم كبيرة قوي ربنا أكرمنا بيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. خد بالك من حاجة، هقول لك عن حاجة كده تدب اليقين في قلبك. كم مرة أخت، الأخت دي زوجها مات وحصل له يعني حصل لها ظروف، وهي يعني بمعاش فلوس وكده، وكان عندها بنت صغيرة مريضة جدا فمش عارفة تعمل ايه، وأبوها عايش معاها ومعاش حتى تمن الكشف بتاعت الطبيب. ففي يوم من الأيام جلسة عمالة بتدعو وبتبكي وتحط كمادات سخنة، كمادات مية ساقعة لبنتها السخنة، وتعبانة وعمالة تبكي جنب بنتها وتقول يا رب يا رب يسر لبنت الشفاء. فجأة الساعة 3 بالليل لقت الباب بيخبط، فتح الباب أبوها. مين؟ قال له أنا الدكتور، مش حضرتك في عندكم بنت مريضة؟ قال له أيوة. قال له فين هي؟ قال له في الغرفة ديت. وصل الغرفة كشف عليها وكتب لها روشتة، ووقف عند الباب مستني تمن الفيزيتا. فبيسأل الأخت بيقول لها فين تمن الفيزيتا؟ قالت له أنا معيش فلوس. قال لها طب إزاي تصحيني الساعة 2 بالليل وتجيبيني هنا الساعة 3؟ مش حرام عليكي إذا كنت أنت معكيش فلوس؟ قالت له أنا أصلا ما عنديش في بيتي تليفون، هتصل بيك إزاي؟ قال لها هو مش ده بيت فلان؟ قالت له لا ده البيت اللي جنبينا. قال لها أنت إيه حكايتك؟ قالت له أنا جوزي مات وما عنديش فلوس وبنتي مريضة، وطول الليل بصلي وببكي ان ربنا يشفي بنتي. صعب على الدكتور الامر دوت، فراح مديها 50 جنيه وقال لها كل اسبوع هوصل لك مبلغ ان شاء الله من المال واديني روشتة. راح صرف لها من صيدلية ورجع لها بالعلاج وخفت بنتها بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يصل للدكتور انه بدل ما يخبط على الشقة ديت يخبط على الشقة اللي جنبها، لان في واحدة محتاجة اكتر من ديت. خدوا بالكم يعني، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قصة جميلة جدا، ان كان في مجموعة من البحارة كانوا بيصطادوا، وبعدين لقوا ان المركب اللي جنبهم هم الناس دول بيصلوا يعرفوا ربنا، والمركب اللي جنبهم ما فيهمش ولا واحد بيصلي. الناس اللي ما بيصلوش خالص ولم يسجدوا لله سجدة، ما شاء الله كمية السمك اللي اصطادوها كبيرة جدا، والتانيين اللي بيسجدوا لربنا ما فيش ولا سمكة طلعت في الشبكة بتاعتهم. فواحد فيهم قال لهم سبحان الله، بقى اللي ما بيصليش يرزق واللي بيصلي ما يرزقش، طب والله ما احنا مصليين. فتركوا الصلاة لمدة فرض واحد، وبالفعل جم بيرموا الشبكة فطلعت سمكة كبيرة، بيفتحوها لقوا جواها جوهرة ثمينة جدا، لؤلؤة كبيرة جدا. فواحد منهم قال لهم سبحان الله، اللؤلؤة ديت جت من شبهة، احنا لما تركنا الصلاة واغضبنا ربنا جت اللؤلؤة، ارموها، ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. قوموا نتوضى ونصلي وربنا هيرزقنا كل خير، وتعالوا نمشي من المكان دوت اللي احنا عصينا فيه ربنا. بالفعل قاموا صلوا ومشوا من المكان دوت واتنقلوا المكان تاني، وبدأ يقولوا بسم الله ورموا الصنارة، طلعت سمكة كبيرة، ولقوا في جوف السمكة ديت نفس اللؤلؤة اللي سابوها في جوف السمكة التانية. سبحان الله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منهم. في يوم من الأيام أحد العلماء بص على منظر عجيب جدا وهو فوق العمارة بتاعته، لقى نخلة وعلى قمة النخلة حية عمياء، والحية عمرها ما تعيش فوق النخل، دايما تعيش في المياه الضحلة أو في الحشائش أو غير ذلك أو في الجحور. فبص لقى حية عمياء، وفجأة لقى عصفور بيجي يزقزق، فالحية تفتح بقها والعصفور يحط الأكل في فم الحية. فقال سبحان الذي سخر الأعداء يرزق بعضهم بعضا. العصفور بيخاف من الحية لأن هي أصلا طعامه، يعني ممكن الحية تاكل العصفور، وفي نفس الوقت الحية عمياء ومحتاجة تاكل، فربنا سخر لها العصفور ويخلي العصفور يجتري ان هو يوصل الاكل ويحنن قلب الحية انها ما تاكلش العصفور عشان تقدر تعيش الحية. في يوم من الايام، واختم بالقصة الجميلة ديت، كان في واحد من التابعين اسمه حاتم الاصم. في يوم من الايام، عشان بس اليقين يدب في قلوبكم ان فعلا يعني ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، حاتم الاصم كان نفسه يروح يحج، فجمع أولاده قال لهم أنا عايز أروح أحج. قالوا له إزاي ومين هيأكلنا ومين هيشربنا؟ أنت عارف إحنا من غيرك ما نعيش وما نقدرش نعيش والكلام ده كله. فكان ليه بنت ما شاء الله عندها يقين وتوكل على الله، قالت يا أبتاه اذهب إلى الحج، بارك الله فيك، فما علمناك إلا أكالا وما علمناك رزاقا، فإذا ذهب الأكال بقي الرزاق جل وعلا. فاطمأن حاتم الأصم وذهب إلى الحج. بعد ما مشي بيوم أو يومين الأكل والشرب والحاجات كلها نفدت، وبقي البيت بلا طعام ولا مال.
البنت بدأ ولا اخواتها يوبخوها، شفت انت قلت ايه، وادينا جوعنا ومش لاقيين ناكل، فبدأت تبكي وتتضرع الى الله سبحانه وتعالى ان ربنا يحنن عليهم القلوب ويرزقهم. فجأة معدي الامير بتاع المدينة ديت، وفي الغالب الامير ما كانش بيعدي الا من الشوارع العمومية، لكن ربنا يقدر ان يمشي من الزقاق الصغير دوت. واول ما وصل عند بيت حاتم الاصم، ربنا سبحانه وتعالى يلقي عليه العطش، فيقول من عطشان، بيت من هذا؟ فقالوا بيت حاتم الاصم. قال من منكم ياتيني بالماء؟ دخل جندي من الجنود واستاذن ودخل وجاب له كوز ميه كده، فبدا يشرب، فربنا حل الميه في بق هذا الامير، فقال الله ما اجمل هذا الماء، اين حاتم الاصم حتى نسلم عليهم؟ فقالوا ذهب إلى الحج. قال وأين أولاده؟ قالوا بالداخل. قال سبحان الله، لعله قد تركهم بلا مال ولا طعام. فربنا حنن قلب الأمير، راح مطلع من الحزام بتاعه سر الذهب وراح رميها في وسط الدار، وبص للوزراء والجنود وقال من أحبني فليصنع مثل ما صنعت. فالجميع راح رموا الذهب والفضة اللي معاهم، فامتلأت الدار بالذهب والفضة. فالأولاد فرحوا أو جريوا على أختهم، لقوها قاعدة بتبكي وبتدعوا، قالوا لها سبحان الله، يعني احنا نضحك انت تبكي، احنا نبكي انت تضحكي، في ايه؟ قالت لهم لقد نظر الينا مخلوق نظرة فاغتنينا، فكيف لو نظر الينا الخالق جل وعلا. اخويا وحبيبي، اوعى في يوم من الايام تخاف من الرزق، ربنا سبحانه وتعالى عمره ما بينسى عباده. سبحانه وتعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. اوعى تخاف لحظة واحدة من ان رزقك ينقص حاجة، وكن على يقين من ان الرزق عمره ما كان فلوس وبس. ده لو ربنا رزقك بحسن الخلق فانت ربنا اداك رزق واسع، لو ربنا رزقك بحب الناس بنعمة الاسلام وغيرك اتحرم من نعمة الاسلام، بنعمة ان انت تصلي وتسجد بين ايدين ربنا، ده رزق. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك، أقامك في الصلاة وأقام غيرك في غير الصلاة، أقامك الآن في إنك قاعد دلوقتي بتتفرج على درس دين وغيرك الآن قاعد بيتفرج على كليب فاضح وقاعد بيتفرج على أغنية ماجنة إلى غير ذلك، وإنت قاعد بتتفرج على كلام بيذكرك بالله سبحانه وتعالى وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا وحبيبي، اوعى في يوم من الأيام شيطان يدخل لك من مدخل ويقول لك الأولاد والمستقبل وبكرة وخد وجمع ودي آخر فرصة ويمكن ما تتعوضش الفرصة تانية ديت مرة تانية، والحق نفسك وكون مستقبلك وأمن نفسك، محدش عارف، والقرش الأبيض ينفع في اليوم البمبي، وهكذا. والكلمات اللي بتخلي ناس كتيرة بتكترئ على أكل الحرام، اعلم إنك لو أكلت حرام القلب بيسود وبيبقى فيه غلاف بيحجب عنك ان انت تنتفع بالقرآن او بكلام ربنا او بسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اعلم ان مش هيترفع لك عبادة ولا دعاء، اعلم ان ربنا هيغضب عليك لو اكلت حرام. بحذرك لاني خايف عليك، بحذرك لاني بحبك، كل لقمة واحدة من حلال، وشوف قد ايه مطرح ما تسري هتمري بفضل الله، وان اللقمة الحرام عاملة زي اللي بيشرب من البحر، كلما ازداد شربا كلما ازداد عطشا. اكتفي بالقليل يعني بفضل الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يرضيك ويكرمك. القناعة كنز لا يفنى، والدنيا كلها ما تساويش أي حاجة، قال عنها صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الحلال، اللهم ارزقنا الحلال الطيب وجنبنا الحرام يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله. عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشين سنين العمر نتصارع من دوامات الدنيا والشهوات، مليون